السلام عليكم، إن شاء الله راح نبلش شرح آخر موضوع في شابتر 7، هو اللي بيحكي عن الهيدروليك اند انرجي جريد لاين. هاي رسمة احنا بنرسمها عشان نشوف كيف الهيد بتغير عندي من مكان لمكان. في عندي رسمتين، رسمة اسمها الهيدروليك جريد لاين وعندي رسمة اسمها الانرجي جريد لاين. شو الفرق بينهم؟ خلينا نفصل تفصيل عام. بشكل عام بعرف انه التوتال هيد بيساوي الاليفيشن هيد زائد البريشر هيد زائد الفيلوسيتي هيد، وضع ثابت عشان هيك بقدر امثله بياني. البريشر هيد هو عباره عن بي على جاما، والفيلوسيتي هيد والفي تربيع 2 جي، فبالتالي البريشر هيد زائد الاليفيشن هيد بيكون هو اسمه هيدروليك جريد لاين. الهيدروليك جريد لاين هو البريشر هيد زائد الاليفيشن هيد بس، يعني السرعه ما دخلها بالموضوع. والانرجي جريد لاين لما تسمع كلمه انرجي يعني توتال هيد، هو بيكون نفسه بس زيد عليه في تربيع 2 جي. عشان هيك انا بالسؤال او بالامتحان اذا طلب مني ارسم الرسمتين، بتعرف شغله واحده، اذا رسمت الهيدروليك جريد لاين الانرجي جريد لاين فوقها بمقدار في تربيع 2 جي. تمام، فخلينا اشرح لك كيف ترسم. نيجي بنطلع هاي الرسمه، بنطلع على الخزان. هسه احنا عندنا داتا معين يكون هون، انا الزد صفر، كل ما اطلع الزد بتزيد. شو بحكي لك؟ لك لو تيجي على سطح الخزان، سطح الخزان لو بدك تحسب التوتال هيد عليه، كم التوتال هيد عليه؟ التوتال هيد عليه بي 1 على جاما زائد زد 1 زائد في 1 تربيع 2 جي. كم البي على سطح الخزان؟ شوي القلم ضرب. دقيقة بس. تمام، البي على سطح الخزان صفر، والفي صفر، والزد لها قيمة. هاي الداتا عندي أنا، والله الداتا هي هون زد هون. تمام، فبالتالي انرجي جريد لاين هون قيمته قيمة الارتفاع زد عن مرجع معين. يعني أنا وكأني ممثل بياني زي هيك، كأني ممثل بياني زي هيك، هذا محور واي وهذا محور اكس. تمام، إنه أنا عند النقطة صفر عندي هون البي على جاما صفر والزد صفر، ولكن الزد لها قيمة، هاي القيمة. طيب بخصوص الهيدروليك جريد لاين، الهيدروليك جريد لاين قلنا هو نفس الانرجي جريد لاين، بس الفرق بينهم في تربيع 2 جي. كمل في هون في صفر. الانرجي جريد لاين دائما خذها قاعدة، سطح الخزان انرجي جريد لاين نفس الهيدروليك جريد لاين، يساوي قيمة الارتفاع للخزان. بالتالي يكون عندي سطح الخزان هيك. زين شو بعمل؟ كل ما امشي بتغير عندي، بصير عندي الزد بتقل مثلا، يعني هون الزد هون قليلة، الزد هون أقل من هون، فبصير نزول عندي. أنا بعرف إنه كل ما أمشي رح يحدث عندي هيد لوس، مقدار النزول هذا اللي جاي زي هيك هو بسبب الهيد لوس. اللي بدي تعرفه إنه دائما أنت رح تمشي اتجاه زي هيك، رح تضلك ماشي نازل. بس اللي بدي تعرفه أنت هسه ماشي، تمام؟ أنت رسمت ماشي هون حدث عندي تغير في القطر، تمام؟ هون كانت السرعة قليلة، بعدين هون السرعة عالية، هون السرعة قليلة. ليش؟ لأنه كل ما قل القطر بتزيد السرعة، كل ما زاد القطر بتقل السرعة. بالتالي أنا لما أجي أرسم الإنرجي جريد لاين، هاي رسمة الإنرجي جريد لاين ماشي طبيعي، تمام؟ ماشي طبيعي. لكن لما ترسم الهيدروليك جريد لاين تنزل بيناتهم فرق في 1 تربيع 2 جي، في 1 تربيع 2 جي، في 1 تربيع 2 جي، في 1 تربيع 2 جي. لكن هون لاحظ انه قلت الفي تربيع 2 جي. ليش؟ لان السرعه قلت، ما تقل السرعه تقل الفرق بين الهيدروليك جريد لاين والانرجي جريد لاين. فلاحظ انه حدث عندي حركه هاي، لاحظ انه الهيدروليك جريد لاين بصفر هون. ليش؟ مش بصفر، احنا طبعا المفروض توصل لسنتر البايب، تمام؟ الرسمه توصل لسنتر البايب. فلاحظ انه الانرجي جريد لاين يفرق بينه الفي تربيع 2 جي، لانه انا الهيدروليك جريد لاين هيوقف هون، رح يوقف هون. هنا كم؟ بس بي 1 على جاما زائد زد، كم الزد هون؟ صفر، كم البي هون؟ صفر. ليش؟ لانها فتحه. اما بخصوص الانرجي جريد لاين في الفرق بينهم في تربيع 2 جي، فعشان هيك الانرجي جريد لاين ما بوقف عند الصفر عند الفتحه، لا بضل في مسافه. هسه الرسمات الجايه اوضح. تمام، هسه الهيدروليك جريد لاين حكينا هو عبارة عن البيزومتريك هيد حاله اللي هو بي على جاما زائد زد، والانرجي جريد لاين بيزومتريك هيد زائد الفيلوسيتي هيد. هاي قواعد مهمة. دائما سطح الخزان الانرجي جريد لاين بسبب الهيدروليك جريد لاين. لو كان عندي بامب رسمي راح اطلع خط مودي اكيد، لانه البامب يرفع الهيد،
التوربين بينزل الهيد، حكينا عنها. كان عندي انبوب قطره ثابت ونوع ثابت، راح يكون سلوب للانرجي جريد لاين، هو الانرجي جريد لاين، مش مهم شغله السلوب. دائما ارتفاع الانرجي جريد لاين بقل كل ما امشي. ايش الانرجي جريد لاين بقل؟ انه انا بعرف انه انا واجي اطبق، بس بنعرف انه الهيد ثابت صح؟ الهيد ثابت، يعني الهيد اللي هون بس الهيد اللي هون، لما اطبقهم معادله انرجي صار في عندي هيد لوس، فبالتالي انا بلاحظ كل ما امشي بمشي بلاحظ انه بقل كل ما امشي بقل. ليش؟ بسبب الهيد ديفريكشن، اقل معي بسبب الهيد ديفريكشن. تمام، ديفريكشن او الهيد لوس. قطر الانبوب كان مختلف تغير، راح يتغير فرق انرجي جريد لاين والهيدرو جريد لاين. اكيد بقل. اذا كان الهيدرو جريد لاين اسفل الانبوب يكون ضغط سالب، هاي خليها على جنب. تمام، بس لو كان انا عندي قاعد بحل على معادله برنولي، تمام، معادله برنولي قلنا هي ايديال فلو. يعني ايديال فلو انا بضل ماشي مستقيم، ما عندي هيد لوس، هيد لوس بضل مستقيم، الانرجي جريد لاين بضل مستقيم. اما لما ارسم الهيدرو جريد لاين يكون احنا حكينا لازم يكون تحته مستقيم، بس احنا هون صار عندي تغير في القطر، السرعه القطر فالسرعه زادت، فالفرق بين الانرجي جريد لاين هيدروليك جريد لاين يتغير. لاحظ هون، هون في تربيع 2 جي، هون في 2 تربيع 2 جي، هون في تربيع. اذا كان عندي بامب انا بضل ماشي طبيعي، باقي البامب، البامب بطلعني وين راح يطلعني؟ بالخطين برجع اضل نازل. كان عندي توربين، التوربين بينزلني وكمل طبيعي. إذا كان عندي أنا زي هيك، أنا بعرف إنه أنا بضل نازل هيك بشكل عام، لاحظ إنه الهيدروليك جريد لاين تحت الأنبوب، فلما يكون تحت الأنبوب المسافة هاي هي بي على جاما، بس إيش هاي تكون سالبة، سالبة ناخذها قاعدة الأنبوب فوق الهيدروليك تكون سالب. بس نيجي نرسم رسمة، بس دائما خذها قاعدة. عندي أنا الهيد لوس بتاخذها بشابتر 10 بساوي الميجر لوس أو بنسميه الفريكشن زائد الماينر لوس. بس الميجر لوس يحدث بسبب الأنبوب، يعني إنه في عندي فريكشن كل ما أمشي يزيد الفريكشن. مثلا الماينر لوس بحدث بسبب كومبوننت، مركبات. كيف يعني مركبات؟ أنا ضخ الأنبوب من الخزان، ضخ الأنبوب على الخزان، عندي تغير في القطر، تغير أي عندي حنفية، عندي تقاطع، عندي أي إشي، بس عندي minor losses. فإحنا دائما لما نيجي نرسم لسطح الخزان، بس إحنا إن الهيدروليك جريد لاين بيساوي الإنرجي جريد لاين سطح الخزان، راح أمشي مستقيم مباشرة، لا، تنزل نزول صغير ولازم توضحه في الامتحان. تنزل لنزول هذا، شو بتنزل هذا لنزول؟ عندي minor losses هون، minor losses دائما عند بداية الخزان لأنه الأنبوب بصب، بالتالي بنزل شوي مش مستقيم، ما عندي ما عندي أي تغير في القطر. لكن برضو عن سطح الخزان عمل نزل هون لأنه في عندي المي بتصب الخزان، فعندي خسران. الفرق بينهم هو ثابت في تربيع 2 جي، يكون الأنبوب متقعر بس الطريقة نزل شوي كمل برد أنزل مش مستقيم زي ما هي موجودة بالرسم. الجريد لاين نفس الطريقة، هون السلوب بيكون مختلف زي هون، هون هسه نفس الطريقة بنزل شوي مشي مستقيم. هسه برضو عن تغير في القطر بحدث عندي minor losses، بنزل شوي بعدين بكمل. لازم بالامتحان توضح الفرق اللي هون غير عن الفرق اللي هون، لازم تلاحظ انه تصغره او تكبره. انا هون كان القطر كبير صار صغير، السرعة قليلة صارت عالية، السرعة صارت عالية زاد الفرق بينهم، الفرق قليل هون الفرق عالي. تكتب V1 تربيع 2G V2 تربيع 2G، هون نفس الطريقة نزل شوي بمشي غير عندي القطر صار عندي minor losses، بعدين غير عندي الفرق بينهم لأنه قطر صغير قطر كبير، بالتالي سرعة عالية سرعة قليلة بقل الفرق. هون بمشي بنزل شوي بمشي عندي القطر ثابت فالفرق ثابت، بس عندي هون بامب، البامب بطلعني بمشي loss بنزلني. تمام، هون نفس الطريقة توربين بمشي بنزلني على هاي على هاي. هون عندي خزان وفتحة بنزل شوي minor losses ماشي مستقيم، energy grid line
هو الفرق بين الفي تربيع 2 جي وعند سنتر البايب بيكون صفر. تمام، وهاي الرسمة الأخيرة رسمة شاملة كل إذا عندي هون خزان وعندي هون خزان تتغير في القطر. عندي هون بامب كيف بمشي؟ بنزل شوي الخزان بمشي مستقيم، بعدين حدث تغير بالقطر، حدث عندي شوية نان لوسز بمشي. طبعا الفرق هاي طبعا ايش؟ هيدروليك جريد لاين، نزلت شوي بعدين زاد الفرق بينهم. ليش زاد الفرق بينهم؟ القطر قل بزيد الفرق. بعدين عندي بامب، البامب بيطلعني نفس القطر فبيظل نفس الفرق. كان عندي هنا نزل minor losses، عندي هون نزل minor losses بنزل لهون طبعا نفس الطريقة energy grid line هيك الهيدروليك grid line تحته، فعندي هون negative وهيك بكون انتهى chapter 7 ويعطيكم ألف عافية.